إذا بكرة الصبح ما رجعت على البيت بتحملوا حالكم وبتروحوا لعند خطاب. ليش يا عمو ليش؟ يا مو هالبيت ما عاد فيه له أمان إلكم، وأنا نويت أهرب من رات الشر. بدك تتركنا يا مو؟ يا مو أنا حاسس كل يوم عن يوم المشنة عم تقرب من حرقتي، وخطاب رح يستقبلكم عنده. وشو بياخدنا لعنده يا مو؟ لأنه هو اللي رح يحميكم يا مو. هلأ عم تقول إنه خطاب رح يحمينا؟ هلأ لحتى عرفت إنه خطاب كان منيح؟ سامحيني يا أختي، أنا ظلمتك كتير. أبو نيزك رح ياخدكم لعنده إذا أنا ما رجعت لي. وشو ناوي تعمل يا أمي؟ في سفرة بعيدة لإلي، يا بتزبط يا مو يا ما بسلم حالي للكركو. بلالك يا عيامو بلالك يا عيلي يا أمي. الله يسر أمورك يا أمي. سامحيني يا أختي. الله يسامحك. سامحيني يا مو. دعيلي يا مو دعيلي يا مو. الله يرجعك للسلام. أبو ماضي لا يا عمي أبو عطا، أبو ماضي لا. الدم تقيل يا خطاب على صاحب الحق وعلى القاتل. فكرك هو مرتاح؟ أكيد ما أنه مرتاح. شوف يا ابني، أنت طلعت من الحارة من 15 سنة وأنا ما بدي إياك تقضي عمرك بالحبس. شوف حالك، كبرت يا خطاب، وانت لهلا ما عندك لا مرأة ولا ولد. ما بيصير هيك. عم لاقيها صعبة كتير يا عمي أبو عطا، صعبة كتير. هي صعبة صعبة، بس اللي بيحب من قلبه يا خطاب بينسى شو عامل معه أخوها. هذا دم دم، والدم ما بينتسى. لا يا ابني لا، لازم ننسى. وابو حمد ينسى، تركه جاييه. وكل انسان اليوم بده ياخده غصبا عنه، وما راح تقوم لحدا لا لكبير ولا لصغير. بعدين ما في حدا راح ياخد معه غير اعماله. كلنا يا خطاب رايحين من هالدنيا، كلنا ماشيين. عم يواسيني وهو بده مين يواسيه؟